ومادام نحكيو على عيد ميلاد لازم نحكيو على عيد ميلاد رقم 21 الكارفور 21 انيفرسير الكارفور من 25 ماي حتى 19 جوان وين تلقاو هذايا الانيفرسير وليزيفينمون هذوما الكبار في مجازان كارفور المرسى في كارفور مول اوف سوس وفي كارفور جيبس فما دي زوفر اكسيبسيونيل كل يوم تنجمو تعملو عليهم طلع على الكتالوج ولا في المجازان ولا على باج فيسبوك كارفور تونيزي ولا على السيت www.carrefour.tn والا تخطفوا روحكم الكارفور المرسى وين موجود زميلنا احمد خربوش وفما شكولي باش يربح اليوم صباح الخيرات احمد صباح النور جيهان مرحبا بالاسم وفينا كل كما قلت احنا توا موجودين في كارفور المرسى بمناسبه عيد ميلاد كارفور ال 21 21 سنه مع كارفور ولات 10 وثيقه كبيره وعلى خاطر عيد ميلاد اثناء كارفور تفرح بخرافيها كالعاده واكثر من عاده في كارفور المرسى كارفور مول بصوص وكارفور جيبس اش فما فما برشا كادوات وديزوفري ذوقوا نبدا بالكادوات جيهان نبدا مهلا هيا سيدي شد عندك الكادوات فما ثلاثه كراهب ثلاثة كراهب موجودين أنا متكي على كرهبة منهم في وسط كارفور المرسى بربي التكالي على كريبة لينا إن شاء الله براسر أنت يعني عندك نشوفه إن شاء الله حق ما عندوش إن شاء الله يربح عنا تروى جران لو إلكترو مناجي كله فيه فريجيدير تربزة لابلانج لابيسيل باك أنكسترابل وزادة روبو فترة كيفاش تربح سهلة برشا الحكاية تمشي تقيد في الليبورن الموجودين في كارفور المرسى ولا كارفور مول بصوص ولا كارفور جيبس مش هذا برك يا جيهان برشا كادوات اخرين للربح في اللي جو اللي باش تلقاوهم على كارفور على باج كارفور على فيسبوك والكونت انستغرام تاع كارفور تونيزي مازال برشا حكايات اخرين فما لوجو هيبر فان اللي تنجم تربحك 2000 دينار وقت اللي تكون ابوني على باج كارفور تونيزي على فيسبوك وانستغرام ويوتيوب قلنا اللي مش الكادوات برك موجودين فما زاد ديزوفري يدوخوا اليوم اليوم فما ليد تربزه ليد 65 بوس تورنادو بزوز ملايين و 679 أكهو ومعها تلفزة 43 بوز تورنادو بلاش البنان اللي برشا استغلاوه سنة ويقولوا غالي برشا هوني الكيلو بنان ب 4200 ملايين فقط والدجاجة الحاضرة للتطيب من عند مليحة ب 5990 ملايين أكهو للكيلو مش هذا برك عنا 100 دينار كاش للربح لصاحب الحظ السعيد اللي كان يقضي توا صباح النور ناخذوا عطاير صباح النور شكون معنا صباح الخير اسكندر معك اسكندر منين؟ من أريانا من أريانا جيت تقضي اليوم صباحا والله نقضي الصباح وبعد نمشي نخدم على روحي باهي في بالك بالجو والدنيا جيت اليوم صباح تبارك الله نلقى جو حافل وجو دوسي وسلمية وجو كبير نصلي على النبي جو على الصباح في العيد ميلاد حفيلي كارفور. حفيلي كارفور تهديدك 100 دينار كاش يا اسكندر مبروك عليك بارك الله فيك عليك صح مازال عندك الحق في الكريبه هذه تنجم تمشي تشارك وتنجم تكون انت صاحب الحظ السعيد زاد الكريبه دونك هذوما 100 دينار خويا على الصباح بارك الله فيك يعطيك الصحه وبارك الله فيكم ومزايك ونهاركم زين ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وميرسي كارفور زاد ميرسي كارفور بيان سور وقال باش نكمل دونك جي ان اسكندر يربح معنا 100 دينار كما قلت لك ثلاثه كراب وفما برشا كدويت للربح وفما ديزوفري داخو لهنا على طول النهار في كارفور المرسى في كارفور مول بصوص وفي كارفور جيبس دونك نحن نتقابلوا ان شاء الله نص النهار غير دارجين في نقطة ثانية من هنا في كارفور المرسى ونعرفوا شكون اللي باش يربح زادة برا أخرى ميرسي أحمد الخربوش كان معنا من كارفور المرسى نذكركم دونك عيد ميلاد كارفور رقم 21 من 25 ماي حتى 19 جوان